حمل أحد أعضاء مجلس محافظة كركوك مجلس النواب العراقي الأحداث الأخيرة التي شهدتها أغلب المحافظات العراقية من تظاهرات ومصادمات بين المتظاهرين والقوات المسلحة، والتي راح ضحيتها العشرات من كلا الطرفين. مجلس النواب كأنه يريد أن يترفع عن مسؤولياته، يتنصل عن مسؤولياتها ويحيل هذه المسؤوليات إلى مجالس المحافظات. أعتقد أنه الكل يتحمل المسؤولية، فالكل يجب أن يؤاخذ على جريرته وليس فقط مؤسسة من مؤسسات الدولة. فعليه أنه إحنا كمجلس محافظة يعني نطعن بهذا القرار ونقول يحتاج إلى قانون، لأنه قانون انتخابات مجالس المحافظات أشار إلى أنه يعني المجلس يستمر في عمله لحد تاريخ 1/3/2020. ومنذ انتخابات مجالس المحافظات العراقية عام 2005، مجلس محافظة كركوك لا يزال يعمل وفق قانون سلطة الائتلاف المؤقتة أو ما يسمى بقانون بول برايمر ولغاية اليوم. أولا يعني محافظة كركوك هي لا زالت تعمل، مجلسها يعمل بقرار بريمر أو 71، وبالتالي لم تشمل بقانون انتخابات 21. وأصلا القرار الذي اتخذ بتجميد مجالس المحافظات هو قرار يعني من وجهة نظرنا هو كان غير مدروس دراسة كاملة قانونيا، وأيضا هو قرار كان ارتجالي، لأنه الشعب العراقي عندما تظاهر لأسباب ليست فقط اعتراضه كان على مجالس المحافظات. وفي آخر قانون لمجلس النواب العراقي فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات العراقية، جاء في إحدى فقراتها تجمد عمل المجالس في نهاية الشهر الثالث من العام القادم. كركوك لحد الآن هي تعمل ضمن سلطة الائتلاف المؤقت 71، بالتالي حتى بقانون 21 هي غير مشمولة. هاي النقطة الثانية. النقطة الأولى، النقطة الثانية، من صدر القانون، قانون الانتخابات حدد به مجالس المحافظة تجمد 1/3 أو يعطل أو لا، يعني لا توجد فيها صلاحات. إذا بالتالي القانون لازم يصدر قانون يا أما يعدل قانون الانتخابات يا أما يعدل قانون 21 اللي هو أعطى صلاحيات لمجالس المحافظات، واللي مجالس المحافظات ما عدا مجلس كركوك هي تعمل به لحد الآن. وبسبب الصراعات السياسية بين الأحزاب في كركوك لاستلام السلطة والمناصب، جرت أول عملية انتخابية لاختيار أعضاء مجلس محافظة كركوك عام 2005، وحينها فازت قائمة كركوك المتآخية بأغلبية المقاعد. ولا يزال مجلس محافظة كركوك يعمل وفق قانون برايمر أو المعروف بقانون 71، ولم تشهد محافظة كركوك أي انتخابات لمجالس المحافظات بسبب الصراعات السياسية، وينتظر المجلس قرار أو تعديل القرار بخصوص هذه المحافظة. عدنا جاف، فضائية التغيير، كركوك.